بيئة الهائمات هي المحاضرة الرابعة وراح تكون على شكل جزئين. الجزء الأول من عثر راح يتعلق بالتوزيعات المختلفة للهائمات النباتية، الجزء الثاني من عثر راح يتعلق بعلاقة الهائمات الحيوانية مع الهائمات النباتية، وشنو وسائل الطفو المعروفة بالمجموعتين، وحتى شنو وسائل التغذية المشهورة بالمجموعتين. الشكل الأول من التوزيعات للهائمات النباتية أو التباينات هو التباين المداري بالتوزيع. المقصود بالتباين المداري هو التباين وفقا لخطوط العرض. فبالتأكيد راح نشوف أنه أكو عندنا الأقطاب شمالي وجنوبي، وراح تكون عندنا المنطقة المعتدلة اللي هي المحصورة ما بين القطب وما بين الاستواء، أيضا شمالية وأخرى جنوبية، وراح نشوف المنطقة الاستوائية. وأكو حالة اعتقاد شائعة أنه سواء في بيئة المياه العذبة أو في بيئة المياه البحرية راح نشوف أنه الإنتاجية عادة ما تكون أعلى ما يمكن بالمناطق القطبية وأقل ما يمكن بمناطق الاستواء، أما المنطقة المعتدلة اللي هي بالوسط راح تكون الإنتاجية وسطية، فإذا هي أعلى ما يمكن بالقطب وأقل ما يمكن بالاستواء ومتدرجة باتجاه الاستواء من القطب للاستواء. التفسيرات الشائعة المعروفة لهذه الحالة أو النظريات اللي وضعت لتفسير الانتاجية العالية للهائمات في مناطق الأقطاب، إيش معنى هذه المناطق تكون الانتاجية بها عالية؟ فالنظرية الأولى تعتقد بأنه طول فترة الشتاء بمناطق الأقطاب وعادة تكون بدون إضاءة اللي هي مطلوبة لغرض العملية البناء الضوئي، فهذا الفترة الطويلة من الظلام راح تساعد على تراكم بالمغذيات النباتية، وبالتالي عندما تتوفر الإضاءة الكافية خلال الصيف ومع التحسن في درجة الحرارة راح يكون هناك إنتاج واسع للهائمات النباتية بهذه المناطق. النظرية الثانية تقول إنه خلال فترة الصيف فترة الإضاءة راح تكون 24 ساعة بالأقطاب، في حين بالأماكن الأخرى من العالم من المدارات الأخرى راح يكون عندنا أكو تناوب بالليل والنهار، فبالتالي فترة الإضاءة الطويلة تقود إلى إنتاج عالي. ثلاثة، العمليات الأيضية في مناطق الأقطاب بالتأكيد راح تكون أوطأ بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، فموت الأحياء بالتالي يكون أبطأ، ولذلك فراح يصير عندي تجمع او تراكم بالاجيال راح يؤدي الى زياده ملحوظه بالكتله الحيه او الاعداد او المحصول القائم للهائمات النباتيه في هذول المنطقتين، يقصد بها الشمالي القطب الشمالي والقطب الجنوبي. النظريه الرابعه، بما انه الارض مفلطحه فبالتاكيد راح يكون سمك الغلاف الجوي اللي محيط بالاقطاب بالتأكيد راح يكون أكبر من سمك الغلاف الجوي اللي يحيط بمنطقة الاستواء، فبالتالي سمك الغلاف الجوي هذا راح يعمل على امتصاص أكبر للأشعة الضارة بطبقات الجو الأسمك بهاي المنطقتين، وبالتالي راح يوفر لنا فقط الأشعة المفيدة راح توصل للبناء الضوئي، على عكس الحالة في الاستواء السمك راح يكون أقل، بالتالي الأشعة الضارة راح توصل بكميات أكبر. الفرضية الخامسة تقول انه بما انه الاقطاب درجات حرارة بها منخفضة، اذا القابلية على اذابة الغازات بها تكون اكبر، وبالذات غاز ثاني اكسيد الكربون المطلوب لعملية البناء الضوئي، بس هذه النظرية او هذا الاحتمال ضعيف نظرا للوفرة الكبيرة لهذا الغاز في سواء في البيئة العذبة او بيئة المياه البحرية، وما موجود هو كميات بالعكس وفيرة أكثر حتى من حاجة البناء الضوئي بالمنطقتين. النظرية الستة اللي هي يعتقد أنه هي النظرية الأكثر قبولاً، النظرية تستند إلى غياب التنضيد الحراري في مياه الأقطاب، بمعنى درجات الحرارة بالماء من السطح إلى القاع تقريباً متقاربة، وبالتالي الكثافة بها متقاربة، فعمود الماء يكون متجانس، وبالتالي تحدث به انقلابات مستمرة، والانقلاب يقود إلى الخلط وإلى التسميد المستمر للماء، وبالتالي راح يصير عندي وفرة عالية من المغذيات النباتية المطلوبة للبناء الضوئي،
بالإضافة إلى هذا، إذا نتذكر من الباء 105 أنه بالأقطاب الأنواع قليلة ووفرة عالية من المغذيات، فراح يصير الإنتاج مالتها هائل، على عكس الحالة الموجودة في مناطق الاستواء لما تكون درجات حرارة عالية راح تكون المياه بالسطح ساخنة، وبالتأكيد المياه بالأعماق مال البحر باردة، فإذا أكو كثافتين مختلفة، المياه الخفيفة فوق الساخنة والمياه الباردة الثقيلة جوا، فبالتالي ما راح يصير عندي هاي بالاستواء راح يصير عندي ما يسمى بالتنضيد. والمقصود به هنا اكو منطقتين مختلفة في كثافاتهم، فبالتأكيد ما راح يصير خلط، واذا ما راح يصير خلط اذا ما راح يصير عندي تسميد، وهاي الحالة نفتهمها اذا شفنا الشكلين 9 و10 اللي هم للاطلاع فقط واللي راح نشوفهم باللوحة القادمة. عملية السيركليشن مالت الماء سواء في بيئة المياه العذبة الفريش ووتر او في البيئة البحرية عملية مهمة جدا تقود الى التسميد والى الانقلابات مال عمود الماء. راح نشوف مثلا في بحيرات اللي هي مياه عذبة بالمناطق المعتدلة، المنطقة الوسطية ما بين الاستواء وما بين القطب، راح نشوف انه خلال فصل الشتاء راح تصير طبقة من الجليد فوق سطح الماء بالبحيرات، وخلال الصيف راح يصير عندك منطقتين، مياه ساخنة فوق ومياه باردة بالأسفل، هذه خفيفة هذه ثقيلة، فراح تقود إلى تنضيد، فهنا عندي تنضيد وهنا عندي أيضا حجز للمياه بغلاف من الجليد، فما راح يصير انقلاب لعمود الماء، على عكس الحالة الموجودة بالخريف لما يكون عمود الماء واحد بالسطح 10 وبالأعماق 10، إذا العمود واحد 10 مئوي، فإذا العمود واحد، نفس الحالة بالربيع أيضا العمود واحد، إذا أي حركة للرياح سواء بالخريف أو بالربيع راح تقود إلى انقلاب كامل في عمود الماء وبالتالي التسميد. إذا المياه العذبة بالمناطق المعتدلة سواء البارد أو الدافئة من العالم يحدث بها انقلاب خلال فصلين من السنة. نفس الحال إذا حكينا على البيئة البحرية، هنا عندي شكلين، الشكل الأول يرسم لي العلاقة ما بين درجة الحرارة مع العمق، وهنا الكثافة مالت الماء مع العمق. العمق هنا بالبحر ممكن يوصل إلى 4000 متر وأكثر، فراح نشوف هذا الخط المتدرج، هذا يمثل لي الحرارة في مناطق الاستواء، فراح نشوف مثلا على السطح الحرارة 24، في حين بالأعماق على مسافة 1000 متر مثلا ممكن توصل حرارة إلى 400، إذا راح يصير عندي ما يسمى بالانحدار الحراري، إذا صارت عندي منطقتين، السطح منطقة والعمق منطقة، كثافاتها مختلفة. نجي هنا على الرسمة مالت الكثافة، راح نشوف هذا هو نفس الرسم هنا بس يخص الكثافة، راح نشوف في مناطق اللو لاتيتيود يقصد بها المناطق الاستوائية، والهاي لاتيتيود يقصد بها المناطق القطبية، فراح نشوف هنا مثلا الكثافة لما تكون المياه ساخنة فوق بالصيف فالكثافة راح تكون هنا أقل ما يمكن، ومع الهبوط للعمق إلى مسافة 1000 متر راح تصير الكثافة أعلى ما يمكن، إذا راح يصير عندي أيضا انحدار للكثافة يدعى بيكنوكلاين في حين هنا يسمونه ثرموكلاين. على كل حال اللي المطلوب هنا نشوفه شنو هو، شوف الحال هنا بالمناطق اللي تكون هاي لاتيتيود اللي هي القطب، بالأقطاب الحرارة أو الكثافة، هاي الحرارة هذا الخط مالتها منقط من السطح ولغاية القاع وحده بحدود 400 نفس درجة الحرارة من السطح وحتى القاع، والكثافة أيضا نفس الكثافة من السطح، فإذا عمود الماء بالأقطاب واحد، فإذا أي حركة ريح ممكن الأقطاب تنخلط المياه مالتها من القاع وحتى السطح، على عكس الحالة الموجودة بالمناطق الاستوائية اللي هي راح تصير منطقتين، منطقة خفيفة فوق ومنطقة ثقيلة جوا، وماكو أي قوة ممكن تحرك الماء من القاع إلى من السطح إلى القاع، لأنه الخفيف للأعلى والثقيل إلى الأسفل. الآخر من التباينات بالهائمات النبتية قد تكون جغرافية بمعنى أفقية، يعني لمسطح واحد على فرض بحيرة أو نهر أو غيره تلقى أعداد عالية في هذا الموقع وأعداد أقل بموقع آخر، فبالتأكيد عدد من الأسباب، قد تكون الرياح سبب، قد تكون ارتياحات سبب، قد يكون الرعي بمعنى الجريزينج أو التغذية مالت الهائمات الحيوانية على النباتية يسموها جريزينج أو رعي، قد تكون تراكيز المغذيات النباتية هنا موجودة أكثر من هنا، قد تكون هذا المسطح مفتوح عليه روافد
زين وإلى آخره، أو قد تكون قنوات بزل أو غيرها توصل للمنطقة فتسبب إلى اختلافات كبيرة في أعداد الهائمات النباتية. الشكل الثالث من التباينات هو التباين العمودي، بمعنى الأعداد مالت الهائمات مالت الطحالب هذه بتختلف من السطح نزولا للعمق، والشكل المتعارف عليه غالبا هو هذا الشكل. يعني عندك هذا الإحداثي يمثل الكلوروفيل، أي بمعنى آخر كتلة الهائمات النباتية الموجودة، وهنا العمق. فراح نشوف انه الاعماق بالسطح قليله، بس اذا نزلنا كم متر تحت السطح راح تصير الاعداد كلش عاليه، وبعدين تنخفض لما تنتهي المنطقه المضيئه وراح نوصل الى اعماق كبيره بال 40 متر او اكثر. فاذا الاعداد اعلى ما يمكن تحت السطح وليس في السطح. وهذه الحاله تفسيرها شنو؟ انه احتمال يكون السطح باضاءه عاليه، وبالتالي التاثيرات الضاره لشده الاضاءه العاليه لاشعه الشمس في منطقه السطح قد تؤدي الى قتل الهائمات النباتيه او الاعاقه الضوئيه. والمكان اللي يصير باعلى انتاج تحت السطح طبعا يختلف حسب المناطق مال خطوط الطول والعرض، يعني القطب شكل والمعتدله شكل والاستواء شكل، وهي اعلى ما يمكن هذا المكان يصير، يعني أعمق ما يمكن أقصد بالاستواء اللي يكون به الإنتاج مالت الهائمات قليل. الشكل الرابع من التوزيعات هو التوزيع الفصلي، وهذا في غاية الأهمية. ونقصد به هنا شنو؟ أنه أكو ثلاث أشكال من التوزيعات على النطاق العالمي. في مناطق القطب أكو شكل، بالمنطقة المعتدلة أكو شكل، وبالتروبيكس الاستواء أكو شكل. بالقطب زيادة واحدة تصير خلال الصيف، بالمنطقة المعتدلة تصير زيادتين، واحدة خلال الربيع والأخرى خلال الخريف، وتصير بالسنة انخفاضين. انخفاض يصير خلال الشتاء وانخفاض آخر يصير خلال الصيف، وطبعا هذه الأشكال إلها تفسيراتها. هذه المنطقة اللي هي المعتدلة تمت دراستها أكثر من أي منطقة مدارية أخرى، لأن جامعات العالم المتقدمة موجودة بهذا المكان اللي هي أوروبا وأمريكا، فوضعت تفسيرات لهذه الزيادات سواء كنا نحكي عن بحر أو كنا نحكي عن مياه عذبة. فراح نشوف مثلا التباين الفصلي في توزيع الهائمات النباتية في المناطق البحرية، شافوا انه مثلا انخفاض اللي يصير خلال الشتاء بالتأكيد راح يسمح بتراكم كميات كبيرة من المغذيات، ويعتقد ان الزيادة السريعة اللي يصير بالربيع جايتني من توفر هذه المواد المغذية بكميات كبيرة، ومع التحسن اللي يصير بأشعة الشمس خلال الربيع. الزيادة الصغيرة اللي يصير بالخريف ما تتفسر وفق هاي الأسباب، لها أسباب أخرى. فراح نشوف مثلا الانخفاض بالصيف يعتقد أنه سببه نفاذ الأملاح المغذية في مياه السطح. ليش؟ بسبب الزيادة الكبيرة اللي شفناها بالربيع. وبالتأكيد أكو عامل آخر هنا اللي هو الهائمات الحيوانية، هذه لما تنمو عندي هائمات نباتية بكميات كبيرة أيضا الحيوانية راح تنمو بكميات كبيرة، فراح تستهلك النباتية اللي هي غذائها وراح تقلل من أعدادها ويصير عندك الانخفاض. وهذه الحيوانية من ينتهي الغذاء مالتها أيضا هي راح تهبط، فراح تنطي فرصة للزيادة مالت الهائمات النباتية مرة أخرى خلال فترة الخريف. هو شكل التغيرات الفصلية، هذه بالمنطقة القطبية، هذه بالمنطقة المعتدلة الباردة بها زيادتين، في المنطقة المعتدلة الدافئة أكو زيادة واحدة تبين، أما بمنطقة الاستواء فماكو زيادة واضحة لأنه الأعداد كلها تقريبا خلال السنة واحدة. بالبحيرات حكينا عليه، دائما الزيادات بالهائمات النباتية تترافق ويا عمليات الخلط، والانخفاضات لما يغيب الخلط. يبقى عندنا العوامل المهمة اللي تسبب لي عادة التباينات الفصلية، إما درجة حرارة أو شدة ضوء أو شفافية أو هيدروجيني أو مغذيات أو ملوحة. الخامس من التغيرات هو الازدهارات اللي هي ما مرتبطة بفصول، اللي هي مثل حالات البلوم اللي حكينا عليها، وهاي هواي أمثلة عليها. بالبحر سميناها ظاهرة مد أحمر، وبالمياه العذبة سميناها ظاهرة إثراء مد أحمر، وهذا إثراء غذائي في بيئة المياه العذبة. بالازدهار اما الرياح او انبثاق المياه،
فقدان الأمطار والإثراء الغذائي. الحالات الازدهار لها تأثيرات ضارة لنفوق مال الأسماك، الصفات الفيزيائية والكيميائية الماء راح تتبدل، وإلها أيضا تأثيرات مفيدة إنه البشر تعلم إنه من يسمد المياه ممكن تنطيط حالة بهواي، وبالتالي مادة غذائية جاهزة لغرض تربية أحياء اقتصادية مهمة مثل الأسماك. لما يكون الازدهار من نوع واحد مثل حالة النتشية هذه بالمثال.